السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب مدرسة دار المعارف، أهلا ومرحبا بكم في مادة العلوم الصف السادس الابتدائي. إن شاء الله نبتدي مع بعض النهاردة شرح الدرس الثاني بعنوان قياس درجة الحرارة في الوحدة الثانية اللي هو الطاقة الحرارية. طبعا كلنا عارفين ان قياس درجة الحرارة من الاشياء المهمة في حياتنا، كلنا دايما بنكون محتاجين نعرف قياس درجة حرارة الجو قد ايه. بنبقى مثلا لا قدر الله انسان تعبان او حاجة، اول حاجة بنبقى عايزين نعرف درجة حرارة جسمنا ايه، يبقى قياس درجة الحرارة ده بيعتبر من الاشياء المهمة في حياتنا اليومية، زي قياس درجة حرارة الجو وقياس درجة حرارة الانسان. طبعا يا ولاد ما ينفعش نعتمد على حاسة اللمس في تقدير درجة الحرارة، يعني لو لا قدر الله انسان تعبان ما ينفعش ان انا اعتمد على حاسة اللمس اقول له اصل انت درجة حرارتك مثلا كذا، لا طبعا، لان دي بتعتبر اليد وسيلة غير دقيقة في قياس درجة الحرارة. النقطة دي بيجيلي عليها سؤال علل. لا يمكن الاعتماد على حاسة اللمس في تقدير درجة الحرارة، قالوا لان اليد وسيلة غير دقيقة في قياس درجة الحرارة. طبعا عندنا اجهزة مخصصة لقياس درجة الحرارة اللي هي اسمها الترمومتر، تمام كده اهو. واحنا عندنا في الدرس ده المفروض بنعرف ايه هو الترمومتر وبنذكر انواعه وكمان استخدامات كل ترمومتر. عندي اول حاجة لما نيجي نعرف الترمومتر، الترمومتر هو اداة تستخدم لقياس درجة الحرارة. فكرة عمل الترمومتر يا ولاد، لو بصينا لاي ترمومتر هنلاقي الترمومتر بيبقى بداخل الترمومتر فيه سائل، السائل ده بيتمدد مع ارتفاع درجة الحرارة، يبقى بارتفاع درجة الحرارة بيتمدد السائل او اللي هو الزئبق اللي احنا لسه هنشرحه شوية كده. يبقى فكرة عمل الترمومتر هو تغير حجم السائل الموجود به مع تغير درجة الحرارة، حيث يتمدد السائل بالحرارة وينكمش بالبرودة. انواع الترمومترات عندي في الترمومتر الطبي، الترمومتر المئوي. هنبتدي اولا الترمومتر الطبي. الترمومتر الطبي هو عبارة عن جهاز بيستخدم في قياس درجة حرارة الانسان، عشان كده سميناه الطبي. الترمومتر الطبي تدريجه بيبدأ من 35 درجة سيليزية إلى 42 درجة سيليزية. وطبعا الدرجة السيليزية بتعتبر وحدة قياس درجة الحرارة. يبقى الترمومتر الطبي تدريجه بيبدأ من 35 درجة سيليزية إلى 42 درجة سيليزية. طب تعالوا نفكر مع بعض، هو اشمعنى الترمومتر الطبي تدريجه من 35 ل 42 درجة سيليزية؟ لان اصلا الترمومتر الطبي ده معمول عشان يقيس لي درجه حراره الانسان، والمفروض ان الانسان الطبيعي اللي هو مش مريض بيكون درجه حرارته 37 درجه سيليزيه، وفي حاله المرض بتتراوح درجه حرارته ما بين 35 الى 42. طبعا كل درجه عندي في الترمومتر بتكون مقسمه الى 10 اجزاء. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف الترمومتر الطبي بيتركب من ايه. بيتركب الترمومتر الطبي من انبوبه زجاجيه شفافه، زي ما احنا شايفين الرسمه قدامي اهي، انبوبه زجاجيه شفافه بداخلها انبوبه شعريه ضيقه. بداخل الانبوبه الزجاجيه في انبوبه تانية جوه ورفيعه جدا، فاحنا بنسميها انبوبه شعريه ضيقه. بتكون مغلقه من احد طرفيها، والطرف الاخر للانبوبه الشعريه بيتصل بمستودع، المستودع اللي هو بيكون فيه الزئبق. فوق مستودع الزئبق بيكون عندي في اختناق في الانبوبه الشعريه. اكيد الاختناق ده معمول لسبب، ده يا ولاد عشان يمنع رجوع الزئبق الى المستودع، عشان ان احنا نقدر نتمكن من تسجيل القراءه بسهوله. طيب كيفيه استخدام الترمومتر الطبي في قياس درجه الحراره؟ ازاي استخدم الترمومتر الطبي لما اجي اقيس مثلا درجه حراره انسان او شخص ما؟ اول حاجه المفروض ان قبل ما استخدم الترمومتر لازم طبعا اطهره من كل الميكروبات اللي عليه. يبقى اولا يجب وضع او غمس الترمومتر قبل الاستخدام في الكحول الإيثيلي، تمام كده اهو. وده لو قال لي علل ليه يجب غمس الترمومتر قبل الاستخدام في الكحول الإيثيلي، او لتطهيره من الميكروبات. ايضا قبل ما استخدم الترمومتر لازم او يجب رج الترمومتر جيدا، وده حتى يعود الزئبق الى المستودع. خلينا فاكرين ان احنا كان عندنا في اختناق ضيق فوق المستودع، وده كان معمول عشان يمنع رجوع الزئبق الى المستودع عشان اقدر اقيس درجه الحراره. طيب عشان الزئبق ده يعود تاني الى المستودع يبقى احنا يجب درجه ترمومتر جيده. تمام، عملنا كل الخطوات دي. نبدأ بعد كده نضع الترمومتر أسفل اللسان أو أسفل الإبط لمدة دقيقة واحدة. بعد كده بنبدأ إن احنا نخرج الترمومتر من الفم مثلا، ونبدأ نسجل قراءة التدريج اللي ظهرت عندي، ثم بعد كده نرجع نطهر الترمومتر تاني زي ما قلنا قبل كده باستخدام الكحول، ونرجع بعد كده نضع الترمومتر في العلبة الخاصة بيه. عندي ملحوظة مهمة جدا، عندنا ملحوظة مهمة جدا. أولا احنا طبعا عارفين ان الترمومتر بيداخله سائل اللي هو الزئبق. الزئبق يا ولاد بيعتبر مادة سامة، عشان كده ما ينفعش ان احنا نضغط على الترمومتر بأسناننا بقوة، لأن انا لو ضغطت عليه بأسناني ايه اللي هيحصل؟ طبعا الترمومتر هيتكسر، وممكن الزئبق ده يتدلق فين؟ أو ينسكب فين؟ في بقنا، فبالتالي ده ممكن يؤدي إلى حدوث تسمم. يبقى أول حاجة لا تضغط على الترمومتر بأسنانك بقوة حتى لا ينكسر بفمك وينسكب ما به من زئبق ويؤدي إلى حدوث تسمم. تاني حاجة ما ينفعش يا ولاد إن احنا لما نيجي نطهر الترمومتر الطبي إن احنا نحطه في ماء مغلي، يبقى لا يتم تطهير الترمومتر الطبي في ماء مغلي. السؤال ده مهم جدا، ساعات بيجي عليه كتير قوي. ليه؟ كلنا عارفين طبعا ودرسنا قبل كده ان الماء بيغلي عند درجه حراره 100. طيب الترمومتر الطبي معروف ان اقصى تدريج فيه، يعني اعلى تدريج فيه 42، يعني مسموح للزئبق ان هو يتمدد بداخل الترمومتر لغايه 42 بس، درجه سيليزيه. فطبعا الماء لما يغلي عند درجه حراره 100 هيفضل الزئبق يحصل له ايه؟ يبدا يتمدد 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 ويبدا يضغط على جدار الانبوبه بشده فينكسر الايه؟ الترمومتر. هننتقل بعد كده لتاني نوع عندي من انواع الترمومترات اللي هو الترمومتر المئوي. الترمومتر المئوي عباره عن اداه او جهاز بيستخدم في قياس درجه حراره السوائل. طيب تدريج الترمومتر المئوي بيبدأ من 0 درجة سيليزية إلى 100 درجة سيليزية. طبعا 0 درجة سيليزية دي بتمثل درجة تجمد الماء، يعني الماء بيتجمد عند درجة حرارة 0. وعندي بينتهي تدريج الترمومتر المئوي عند 100 درجة سيليزية، و100 درجة سيليزية دي بتمثل درجة غليان الماء، واحنا لسه قايلينها من شوية إن الماء بيغلي عند درجة حرارة 100. تركيب الترمومتر المئوي بيتركب الترمومتر المئوي من أنبوبة زجاجية شفافة بداخلها أنبوبة شعرية ضيقة. الأنبوبة الشعرية اللي موجودة داخل الأنبوبة الزجاجية الشفافة بتكون مغلقة من أحد طرفيها، والطرف الآخر ليها بيكون متصل بمستودع به زئبق. طيب ولا يوجد اختناق فوق مستودع الزئبق، يبقى الاختلاف اللي موجود عندي ما بين الترمومتر الطبي والترمومتر المئوي ان الترمومتر الطبي بيكون موجود فوق مستودع الزئبق اختناق ضيق، اما الترمومتر المئوي لا يوجد به اختناق فوق مستودع الزئبق. نيجي بعد كده سؤال مهم جدا، اشمعنى اخترنا الزئبق بالذات في صناعة الترمومترات؟ اشمعنى الزئبق السائل اللي بنستخدمه في صناعة الترمومتر؟ أكيد في أسباب. أولا لأن الزئبق بيعتبر سائل فضي اللون، يمكن رؤيته بسهولة، بنقدر إن احنا نشوفه بوضوح. تاني حاجة ودي قلناها قبل كده، معروف إن الزئبق بيعتبر مادة جيدة التوصيل للحرارة، وده شيء مهم جدا إن أنا لازم يكون السائل اللي عندي يكون جيد التوصيل للحرارة. تالت حاجة ان الزئبق لا يلتصق بجدار الانبوبة الشعرية، ما بيلزقش في جدار الانبوبة الشعرية. رابع حاجة بيبقى سائلا بين درجتي حرارة سالب 39 درجة سيليزية و357 درجة سيليزية، وده بيخلي الزئبق ان هو بيديني او بيعطي مدى واسع لقياس درجة الحرارة. خامس حاجة ان هو بيتغير طوله بانتظام، طبعا مع ارتفاع درجة الحرارة المفروض الزئبق بيتمدد، فبيتمدد عندي الزئبق بانتظام او بيتغير طوله بانتظام مع تغير درجة الحرارة. طبعا عندي ملحوظه مهمه جدا، المفروض يا ولاد ان انا لما باجي اقيس او اقرا قياس درجه الحراره اللي سجلها لي الترمومتر، المفروض ان احنا بنضع الترمومتر بشكل رأسي وبيكون اتجاه النظر عمودي على الترمومتر، وبكده نكون انتهينا من شرح الدرس الثاني.